نبدأ في بداية. هنبدأ بفكرة عامة. صك مصدق مقابل صك. هذه واحدة من خشيت على يدك تجي متى تطلع لك هيك مثلا تمام حنجي بسيطه جدا جدا وترد عليك في اي حقل ما عبيتهاش الشاشات. طبعا المنظومه عندنا تقدر تروح يعني بسيطه حتى في التعامل الاولى وتاكدها المره الثانيه. طبعا كلمه المرور لا تتم عن طريق تسجيل الخروج. طبعا في بالنسبه حاليا منطقة طرابلس جهزنا أو دربنا معظم الموظفين اللي يشتغلوا في الفروع. الحمد لله المرحلة الأولى أنجزنا المهمة اللي كلفنا بها اللي هي تدريب موظفين. الحمد لله منطقة طرابلس يعني نقولوا إن هي اكتفت في جميع الأقسام وجميع الخدمات اللي قدموا فيها في فروعنا. المرحلة الثانية نفس الشيء اللي هي بخصوص رؤساء الأقسام. طبعا دربنا رؤساء الأقسام الخاصين بفروعنا وحاليا في المرحلة الأخيرة اللي هي المساعدين ومدراء الفروع. يعني بانطلاق المنظومة للعمل الفعلي بعون الله حنكون انتهينا المرحلة هذه وحنكون جاهزين بعون الله لتقديم خدماتنا بداية من الأسبوع المقبل إن شاء الله. IVDCO يقدروا يخلوها على حسب الصلاحية اللي تبي تعطيها لك الإدارة قبلها في جديد وفيها تخويج عشان يقبلها في التخويج. توا في منطقة طرابلس عندنا 3 مراكز تدريب، عندنا في مصراتة، عندنا في بنغازي، عندنا في المنطقة الجنوبية في سبها، وعندنا في منطقة الزاوية، عندنا في منطقة جبل نفوسة. كلها تشتغل في وقت واحد، الموظفين كلها قائمة بواجبها، وبعون الله المنظومة حتكون بسيطة وسلسة لتقديم الخدمات مع الزبائن، وإن شاء الله يعني حنكون مقدمين خدمات ممتازة للزبون اللي خاص بمصرف الجمهورية، وحتكون الحسابات اللي خاصة بالزبائن حتكون نفس الأرقام، وحتكون دفاتر الصكوك والبطاقات وكل الأمور هذه حتشتغل بشكل طبيعي. نطمن المواطنين ان الامور كلها تمام ان شاء الله. اي شاشه تكتب هنا في المستطيل الازرق تحويل بالنموذج وتحويل بالصك. حاليا الالفوس هذه تحويل من حساب لحساب بسنتر، يا اما نضغط عليه المثلث الازرق هذا باش تفتح معك. اللي بعد الشاشه هذه المخزون بتاعك حيطلع عند الاداره. والله التوقف ما عند كمصرف جمهورية توقف مرتبط بمنظومة الاتصالات، حاجة خارج إرادة المصرف طبعا، لكن بإذن الله زي ما عدينا المرحلة الماضية حنعدوا المرحلة الجاية بشيء من الصبر، وحتى الزبائن يفترض أنهم يراعوا الظروف ونحاول بقدر الإمكان كيف نحلوا المشاكل تدريجيا. طبعا ما نقدرش نقول لك إن على طول بنبدأ نشتغلوا بنفس القوة، لكن ممكن مع الوقت تدلل جميع الصعاب ونقدر نحقق المستهدف. اختلف عليه شاشات الأرقام التخويل بالنسبة. طبعا اتعامل في الحسابات اللي بالأحمر توقف لك المعاملة اللي لما تعبي كلمة المرور متاعك وكتبتها صح يكون رقمه في العمل حيكون باسمه